بدأنا بالجهاز العصبي وأكملنا محاضرة الجهاز العصبي ووصلنا إلى بقايا تفاصيل الجهاز العصبي، حيث شرحنا في المحاضرات السابقة ووصلنا إلى الخلايا الدبقية بالنسبة للجهاز العصبي المركزي وشرحنا أجزائه. نصل الآن إلى الأجزاء الأخيرة من الدبق أو الخلايا الدبقية اللي هي الثالث هذه الأنواع، اللي هي الميكروغليال، الخلايا الدبقية اللي تكون صغيرة smallest and few number، تكون عددها قليل، تكون قصيرة shorter than astrocyte و cover spine primes، تكون مغطى بالأشواك كما موضح أمامنا بالصورة، وتكون عادة مشتقة أو متكونة من طبقة الميزوديم في الجنينية، وكذلك تتكون من خلايا التهامية أحادية مونو نيوكليار فاغوسايت، ولها القابلية على الفاغوسايت كابابيليتيز، قابلية الالتهامية، و يكون ايضا هذا يحدث موجود في المادة البيضاء والرمادية او السنجابية بالنسبة اللي هي الجراي والوايت ماتر، هذا بالنسبة للميكروغليال. نأتي الى النوع الرابع، نأتي الى النوع الرابع من انواع الخلايا الدبقية اللي هي الابيديمال سيلز. ابيديمال سيلز، تمام. الابيديمال سيلز، الابيديمال سيلز اللي هي تعتبر الخلايا التي تغطي البطانة، التي تغطي أو الخلايا التي تبطن الجهاز العصبي أو الدماغ العصبي المركزي أو الدماغ، تتكون لي من كيبويدال ابيثيليال سيلز، تتكون من خلايا الطلائية المكعبة وتغطي الكافيتيز اوف برين اند سنترال اوف كانال اند سباينال كورد، تغطي لي تجاويف الدماغ وكذلك بقية اجزاء الجهاز العصبي المركزي. بالنسبة لي الخلايا الدبقية اللي تخص الجهاز العصبي المحيطي، احنا اكملنا الان وتكلمنا عن الخلايا الدبقية للجهاز العصبي المركزي، نتكلم الان عن الخلايا العصبية التي تكون في الجهاز العصبي المحيطي وليس المركزي. فمثل هذه انواع، عليها من هذه انواع الخلايا الدبقية الا وهي الشوان سيلز اللي شرحنا عنها في بداية محاضرة الجهاز العصبي، حيث ان هذه الخلايا هي خلايا شوان التي تقوم بتغطية المحاور والاعصاب كما موضح امامنا بالصورة، وتعتبر خلايا داعمة supporting cells of the peripheral nerve. Schwann cells have envelope، تغطي وتضم في داخلها الأعصاب، وطبعا كما موضح أمامنا بالصورة مثل الوسادة تكون، وبين خلايا شوان والتي تجاورها يوجد فراغ، هذا الفراغ يدعى gap between the myelin sheath segments، يدعى بالعقد رانفر، نودز اوف رانفر او رانفر نودز، تمام. لان احنا سبق وان ذكرنا شوان سيلز الخلايا اللي تغطي الاعصاب هي تعتبر، هذه الاعصاب اللي تحتوي على شوان سيلز تعتبر مايلين شيث، من نوع الخلايا الغلالية المخطاط، فتتكون بمساعدة ودعم شوان سيلز يتكون غلاف حول المحاور أو حول الأعصاب، وبالتالي هي راح تتكون أعصاب مغلفة، وبين هذه الأغلفة يوجد فراغ، هذا الفراغ اللي يكون غير مغلف يدعى بعقد رانفيل. كذلك بالنسبة للنوع أنواع الأخرى بالنسبة للخلايا الدبقية وهي الساتلايت سيلز، الخلايا المدارية، تكون عادة
مسطحة flatted و around cell bodies in ganglia تكون حول أجسام الخلايا كما أمامنا بالصورة، تكون تنتشر حول أجسام الخلية العصبية حول البوديز. فوظيفتها regulate the continuous exchange of nutrients، وظيفتها المحافظة والسيطرة وتنظيم عملية تبادل الغذاء، مواد غذائية والتغذية. الملاحظة أنه موجودة السيل بودي بالجهاز العصبي المركزي وكذلك موجودة بالجنجلية بالعقد العصبية، فإذا هي تحيط الخلايا، هذه الخلايا اللي هي ستلايت سيلز اللي هي خلايا مدارية تحيط وتحيط حول العقد، تكون حول العقد العصبية وحول أجسام الخلايا العصبية، حيث أن تكون هاي الجنجليا are collected of cell body within the PNS. ما هي، ما معنى العقد العصبية؟ هي عبارة عن تجمع من أجسام الخلايا العصبية. إحنا مو قلنا ذكرنا سابقا أنه الخلايا العصبية تحتوي على أجسام body وتحتوي على dendrites وتحتوي على axon محاور وأذرع وجسم، فهذه الأجسام عندما تكون مجتمعة تكون ما يدعى بالعقدة العصبية، فهذه الخلايا اللي هي ستلايت سيلز تحيط هذه العقدة العصبية. أتممنا الآن أنواع الخلايا الدبقية. نأتي الآن إلى أنواع الأعصاب nerve fiber. فعندنا كما ذكرنا سابقا unmyelinated اللي يكون غير مغلف، اللي لا يحتوي على حوله على غمد وغلاف، يتكون بمساعدة الشوان سيلز. يكون عادة هذا النوع الانمايليتد في الجهاز العصبي، خلايا الجهاز العصبي المركزي وخلايا الجهاز العصبي المحيطي CNS and PNS. بينما المايلينيتد عفوا الغير مغطات تكون في الجهاز العصبي المحيطي والجهاز العصبي المركزي، بينما المغطات والتي